معكم اللاعب نادي حمد من لعبة كرة القدم فئة الناشئين. قصة دخولي للأكاديمية بأن الوالد كان له صديق اللي هو يملك الأكاديمية، فاقترح لي أن ندش الأكاديمية ودشيت. اللي تعلمته من الأكاديمية هو كيفية التمرير واللعب الجماعي وكيفية التسديد. أنا كنت ألعب كقلب دفاع، ولعبت بمركز الحراسة والأظهرة والأطراف، بس الحين أنا ألعب كمركز دفاع نفسه. المطلوب من قلب الدفاع هو حراسة هو يعني الدفاع عن الهدف من الجول، والتفاهم مع حارس المرمى، وتوزيع الكرة إلى الأطراف أو الوسط، ويجب يكون له البنية الجسدية والسرعة طبعا. التمرين 3 أيام في الأسبوع، ونبدأ بالتمرين في أن نلف حوالين الملعب لفتين، بعدين ستريتشات 5 دقائق، بعدين نبدأ بتمارين تمرير قصيرة أو بعدين تمارير طويلة، بعدين نلعب مهاجمين ضد الدفاع، بعدين نلعب تسديد وناخذ تقسيمه على السريع. لاعبين متفاهم معاهم هو ناصر خالد وجولتشينا مشعل. متفاهم مع المشعل لانه هو كل ما نهجم وهو يكون اللاعب الاخير ويوزع هو اللعب من بدايه الهجمه، ونتفاهم مع ناصر لانه هو المدافع المساند للجهه اليمنى معاي، وكل ما هو يهجم انا اغطي له، واذا انا هجمت هو اللي يغطي لي. افضل مباراه لعبتها كانت ضد اكاديميه القادسيه للناشئين، وكنا قاعد نلعب كاربع مدافعين وانا كنت من احد المدافعين، وكنا محافظين على الجول وكنا نبني اللعب، لكن انتهت المباراه 1-0. طموحي كلاعب كره قدم باني أتفنن في لعبة كرة القدم وأصير من أفضل اللاعبين في الكويت وأكون ألعب في منتخب الكويت. قدوتي كلاعب كرة قدم كمدافع هو سيرجيو راموس، لأني ودي أكون نفس احترافه في الدفاع وهو أسطورة من الصغر طبعاً. اللي شجعني بشكل عام هو أهلي وأصدقائي بالمدرسة، وبشكل خاص عيال عمي والوالد. من أشهر إصابات كرة القدم رباط صليبي والأنكل، وعشان تتفاداهم تسوي استرتشات وتحمي عدل. عشان أكون ناجح بالرياضة والدراسة أني أصلاً الأكاديمية بثلاث أيام، فأنا أكون بس ألعب بثلاث الأيام وأتدرب حق الامتحانات باقي الأيام، وقت الامتحانات ما نروح الأكاديمية. أنصح للي ما يلعب رياضة بيختار رياضته المفضلة عشان يساعد على جسمه بأنه ينحف ويوخر عنه الأمراض ويستفيد من وقته بالرياضة.
معاكم لاعب مالك عبد العزيز العلي، لاعب كرة قدم البراعم. أنا شلون صرت أحب كرة قدم؟ خالي قال لي أنا ربعه عنده نادي، فأنا دخلت فيه. أنا أول دشيت النادي لعبوني مدافع، بعدين الحين صرت مهاجم. مطلوب من مهاجم يقول من اليمين واليسار، يطق ويقول من راسه. النادي 3 أيام أسبوع مدتها ساعة. أول شيء نسوي شرج، نلف الملعب تمرين من تقسيمه. أنا فاهم محمد صالح، نلعب حق بعض باصات. أول مباراة لعبها الكاظمية قولت هاتريك 3 أقوال. عشان أكون ناجح لازم وقت حق المدرسة، وقت حق تمرين، وانتبه مع المدرس. رجعني بشكل عام أبوي أمي يدي، وشكل خاص كابتن وربعي. أنصح اللي ما يدش رياضة من عمري يدش نادي اللي يحبه عشان يصير قوي ويبعد عن الأمراض.